اسمعوني بس اسمعوا 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 انا النهارده لما جيت انا قاعد متلخبط بس بعد الفيلم وناس بتقول لي ان في ناس بتعيط انا يعني انا واقف كل فخر وكل عزه انه احنا مصريين واقفين هنا احنا عمرنا ما هنقف ولا هنسكت غير لما الاخوان يتعدلوا ويحكموها يعني لو هم ماسكين يحكموها عدل لازم يتعدلوا الاخوان وينزلوا يقعدوا مع الشعب ما يحكموش بدماغهم الدستور لو الدستور اتكتب مش على مزاجنا يبقى يتغير وطول ما احنا واقفين مع بعض هنا ان شاء الله حتى لو خمسه ولا عشره احنا واقفين ومكملين فانا بجد الاحساس اللي جاني ما كنتش ناوي اتكلم مع اي حد مع حد او اطلع اقول كلام لان انا قرفان من اللي بيحصل زي ما كلكم قرفانين بس فعلا فعلا انا حسيت بالفخر والعزه لما اتفرجت على الفيلم بتاع مين والله ده احساسي من جوه انا حسيت بالفخر وبالعزه ووقفت ورافع راسي فوق ان احنا واقفين هنا ومكملين وهنفضل نقول يسقط حكم العسكر ويسقط حكم المرشد كل سنه وانتم طيبين